ثم ضرب بالمعول الضربة الثانية فبرقت برقة من جهة المشرق، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، صارت مفاتيح فارس بيد سيدنا محمد ليفتح القلوب فيملأها نورا، وليفتح العقول فيملأها حكمة، وليفتح النفوس فيجعلها أسرة ونفسا واحدة. ما أحلى هذا الفتح، أين منه فتح الاستعمار للنهب وإذلال الشعوب وتخلفهم وتفريقهم وتمزيقهم وإيثار العداوات فيما بينهم؟ ثم ضرب الضربة الثالثة وقال بسم الله، وبرقت برقة ثالثة كأنها مصباح في جوف ليل مظلم، وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، لقد أبصرت أبواب صنعاء من مكاني هذا. هذا النبي الذي فعل ما لم يفعله كل الأنبياء، سيدنا نوح أهلك أمته بالطوفان، إبراهيم خرج من العراق لم يؤمن به إلا لوط وزوجته سارة، موسى خرج فارقا من فرعون، لو لم يفلق الله له البحر لكان ما هو المنتظر، سيدنا عيسى أراد اليهود أن يصلبوه فتدخل الله، ولولا تدخله لكان الذي كان. أما سيدنا محمد ما استطاعوا أن يصلبوه ولا أن يهزموه ولا أن يحرقوه ولا أن يغرق أمته بالطوفان، جعلهم ملوك الأرض وملوك السماء، أحياهم بعد موت وعملهم وصنعهم وصنع منهم أمة عالمية ودولة عالمية لتجعل من شعوب العالم أسرة واحدة متآخين متحابين.